فين؟ أوان السداد وجب يا بورسعيد. الو، القرش معايا؟ اني واحد ما تعرفوش؟ لازم نقابلك. لا انا جاي من طرف واحد مهم قوي. ايوه لازم نقابلك دلوقتي حالا. ها ماشي، هكون عندك بعد ساعه. مع السلامه. نفسك أطرش. حاضر يا أم. هقوم أهو. تحب تفطر ولا تتغدى يا نور عين أمك؟ شوفي حط العشا لو عايز. يا ولا قوم، قوم شوف أكل عيشك، ولا أنت عاوز سلطان يشحتك؟ يا ابني عاوز تقعد لي في البيت زيك زي مراتك؟ الصباح الهم ديت، وسلطان وانا نايم، وسلطان وانا صاحي، وانا كمان بكيف يطلع لي سلطان. يا ولا قوم ما تهبلنيش، امد ايدي عليك وانت زي الحيطه وعيالك بتجري في رجليك. لا ملوش لزوم حتى تبقى عيبه يا اما، مشي انت وانا جاي وراك على طول. ازيك يا ريس سعيد؟ ازيك يا عم تولي؟ هجيب لك كبد الميه ساقعه واركبه على نافوخك. ايه في ايه؟ مالك بتجري ليا يا قطر؟ دخل المطبخ. هو المطبخ كده ولا كده؟ اصل يعني يا رب يا رب، يعني خيبتي ما تجيش الا في العيلين. اكيد اجا وانت رايحه بقى عشان تسبلي له. معقول يا اما؟ هو احنا صغيرين على الكلام ده؟ طب ما تقولي لنفسك. خلاص عرفت الموشح بتاع كل يوم. اصلك يا خايفه متعلقه في الحبال الدايبه. اصلك كده معقول يكون هو؟ شوف كنان البيت. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا قطم؟ الحمد لله. عزام موجود؟ اتفضل ادخل، هنتكلم على الباب كده. تعالى اتفضل يا سعيد، تعالى ادخل. تعالى. ازيك يا خالتي؟ تسلم يا ابن اختي. هو عزام لسه هنا مش كده؟ اصلي شايف عربيه الوكاله اللي سرقنا تحت. لا ما هو بقى اصلي ده انا ايه؟ كنت لسه نازل حالا دلوقتي حالا، ده انت لو اتاخرت دقيقه كمان ما كنتش التقيتني. الله، كنت هتنزل ازاي يا ابن خالتي؟ كنت هتنزل بهدوم النوم ولا هتغير هدومك وانت في العربيه؟ ده النوم ببص من عينيك يا راجل. مفيش نوم ولا حاجة. بص يا عزام، بقول لك يا سعيد، أجيب لك حاجة سقعانة تشربها؟ لا مفيش وقت. طب حاجة دافيانة. شوف يا عزام، هي كلمة واحدة مش هتنيها، يا تتعدل وتشوف شغلك مظبوط وتبطل مهيصة وشغل تنطيط وفرقع لوز، يا إما أنت من سكة وأنا من سكة وتسيب الوكالة بالتي هي أحسن.
الحاج سلطان صابر على بلاويك مش عشان سواد عيونك، لا، لا صابر عليك عشان انت ابن خالتي، وانت جنابك خلتني في نص هدومي، فما تصغرنيش اكتر من كده قدام الحاج. معاش اللي صغرك يا ابن خالتي، انا غلطان، حقك علي. بطل الشويتين بتوعك دول يا عزام، حط كلامي حلقه في ودانك، وديني بحذرك قدام اهل بيتك عشان يكون عداني العيب وازح. ماشي؟ حاضر يا سعيد. يا سيستيمو يا ريس. حاضر. بالاذن يا خالتي. اذنك معاك يا ابن اختي. ما تقعد يا اخويا تتغدى معانا. مفيش وقت. طب خلي العيال اللي بيتغدوا معانا. زمان الحاجه بتطبخ لهم الغدا. السلام عليكم. احسن تستاهل. كبر دماغك عني بقى يما. ايه ده؟ انت بقى ازاي تسيب مكلمك كده؟ انت ايه ملطشه؟ ابعد عني يا بنت انت. عفريت الدنيا كلها بتتلطش في وشي. ايه ده؟ يا سلام. هو ما قدرش على الحمار؟ ما تلمي نفسك يا حياة. معلش يا حبيبتي، اصل غلطنا في البخاري. طب وديني؟ وديني يا حياة، لو ما لميت لسانك تقوم وراك شغلك. ايه رايك بقى؟ ليه بقى يا حبيبتي؟ ماليش راجل يدافع عني ولا ماليش راجل؟ اتلمي يا بنت انت وهي. كل واحدة تروح تشوف شغلها، انت عارفين لما الجنونة بتاعتي بتطلع. وانت يا حلت امك عزام، انت يا ولد انت هتكمل نومك في الحمام ولا ايه؟ يا واد اخرج البس هدومك وانزل شوف اكل عيشك. يلا يا عزام. عزام. ايوه ايوه حاضر حاضر يا عم حاضر. اهو خرجنا اهو. يعني يرضيك يا عم كل يوم كل يوم يجي كده يهزقني ويمسح بيا بلاط البيت قدام حريم البيت؟ يرضيك يا عم؟ هو من قلة بخت يا حبيبي. مش شاكرين يا عم، شاكرين على ذوقك ومفهوميتك. شاكرين؟ عزام لا استنى، ما تنزلش على لحم بطنك، هضرب لك طبق الاول. هلا بالحق انتوا طبخين ايه يا عم؟ ازيك يا سعيد؟ صبحي عبد السلام. اجيت من مصر امتى يالا؟ بنيجي ساعتين، قلت اخطف رجلي اجي اشوفكم على السريع، اصلكم وحشتوني قوي. وايه اخبار مصر والمذاكره بتاع على السريع؟ زي الفل. دعواتك بقى اخلص الماجستير كمان شهرين ثلاثه بالكتير. ان شاء الله تخلص وتبقى احسن دكتور باشمهندس اثار في مصر كلها. الدكتور دي بقى بعد الدكتوراه ان شاء الله. ماله خلص، خش على الدكتوراه على طول. بس اشمعنى المره دي وحشناك؟ انت بقالك اطلع شهر ما جيتش. مش احسن من اللي عايش معانا في بيت واحد وبنشوفه بالصدفه؟ الله مالك يا عزيزي، نفس ريشك علينا كده ليه؟ ما تروقي امار. مش بعاده يعني ترجع بدري؟ ما انا اصلي نازل اهو. والليله ايه، سهره ولا بيات؟ اقول لك عم صبحي تعالى، عاوزك كلمتين لوحدينا. اكيد مبقاش فرق. ما تخبيش عليك، الايجار والمواصلات، انت عارف مصر قد ايه ولع. معاك حق، انا عارف. امسك. شكرا. يكفوا ولا عاوز كمان؟ لا كفايه قوي كده. انا مش عارف اقول لك ايه يا سعيد، جمايلك مغرقاني. جميل ايه؟ هو في بين الاخوات جمايل؟ يالا بس على الله تفلح ويطلع بفايده، ما نبقاش بنرمي في الكنال. ان شاء الله هتتكيفوا مني. شامم ريحه الصيدليه؟ مش يلا نتغدى ولا هتستنى صفوان وصفاء لما يرجعوا من المدرسه؟ لا انا اديتها غدوه متينه. غدوه متينه لوحدك ولا مع حد؟ لا مع حد، بس مش اي حد، مع غول. يا مفتري من حق، انت ما فوتش تسلم على عمك سلطان يالا؟ لا ده ينفع؟ انت قبل ما تسافر تفوت تسلم عليه، اتعلم السيستم من اخوك الكبير يالا. ربنا يسهل. ما تيجي تسهر معانا بالتقفيصة الليلة؟ لا عارفين، انا مسافر مصر بالليل. بسرعة دي؟ طيب على كيفك. سلام. انت بقى القرش. ايوه القرش،
وانت فوزي رضوان الا اذا كانت دماغي فوتت بقى. انت تعرفني قبل كده؟ اعرفك من زمان قوي. انت بس اللي ما تعرفنيش يا فوزي. تعرفني منين بقى؟ اعرفك من زمان بقول لك، يجي من 20 سنة. انا كنت لسه حته مهرب صغير، كنت بطلع المستورد من المينا واوديه السوق، وانت كنت ما شاء الله ليك شنة ورنة في سوق العرب قبل. سيبنا من اللي فات، احنا ولاد النهاردة. خلاص ولاد النهاردة، ولاد النهاردة. كفاية انك جايلي من عند الغالي الكبير. حلو قوي، حيث ان احنا بقى هنلعب على المكشوف. عاوزة تجهز لي تزينة رجالة، في شحنة سقعة هتخرج من الميناء بعد كام ساعة، عاوزين نشونها ونوزعها في سوق العرب. وش معنى يعني سوق العرب؟ بضاعة رخيصة وحلوة، زبونها اللي ما معهوش. والتخزين عليا. طب وجمرك؟ لا ما تشغلش بالك، كل شيء تمام، انت بس عليك النقل والتوزيع وتظبيط الرجالة. قلت ايه؟ على البركة. لكن قولي، احنا هنخزن فين؟ في بيت الجعانة. وحياد النعمة هتاكل من رجلك حتة، ايه رأيك؟ مبطلة من جوه واخر دلع. عشان تعرف ان اخوك ما استخسرش فيك حاجة. دي ضيقة عليا قوي يا كن. ضيقة ده ايه؟ ما هتوسع ما تمشي. يا مصيبتي، دي هتفرتك رجلي. ما تتفرتك ولا تشيت، انت هتوجعلي دماغي ليه؟ الله الحق عليا، دي اجازات ان انا جبت لك الجزمة اللي انت عايزاها. يخرب بيت الحكاية، ده انا دافع فيها 50 جنيه. شكرا. طب خدنا ايه النهارده يا نعمة؟ بقيت اكلي امبارح يا سبعي. يعني القرداحي؟ قالت بخي يا جارية، الكلف يا سيدي. طب ومالي؟ قرداحي قرداحي، ما دام الحلو مهلبيه ولا ايه؟ المهلبيه بس دي؟ يا راجل بس عيب عليك. خرب بيت ده حكايه، انت بتعمل ايه يا بنت هنا؟ لهوي هكون بعمل ايه يعني؟ بذاكر. ما تخش اوضتك بلا قله حياه، عيالك بيلعبوا فيها كوره جوه. طب ما تروح توقف لهم حكم ولا اعملي عرض احسن. يا نعنع يخرب بيت المهلبية. يا ولد يا ولد. بس يا راجل عايز الحق اكل عيال. انا اللي جعان يا بنتي. ده مين عديم المفهومية اللي بيخبط دلوقتي؟ شوفوا مين يا نوجة. يلا فوتي يا فوتي. نوجة نوجة نوجة، ربنا ياخد نوجة. افتحي يا نوجة، اقفلي يا نوجة. يسألوني بقالي 5 سنين في الدبلوم ليه؟ يجوا يشوفوا الهم اللي انا فيه. حاضر مستعجل على ايه؟ نوجة؟ ايه ولا يا ابني؟ ايه؟ انت قلبك بتوجعك ولا ايه؟ ده قلبي اللي وجعني وجع جامد قوي يا نوجة. ان شاء الله تعدموا يا شيخ. سامحها يا قلبي ما تقصدش. ايه؟ المعلم الكني فين؟ فوق مع المهلبية. ايه؟ نايم. طب اطلعي صحيه بسرعة لحسن، ده احنا عايزينه ضروري. ضروري قوي يعني؟ قوي قوي. طب اتلقى حالي. يا مهلبية. يا مهلبية. ايه المهلبية دي؟ مين الحمار اللي بيخبط؟ أنا يا كن. صبيك العجة تحت وعايزك ضروري. خرب بنت حكاية. عايز يهوش المصايب. القرش هو اللي عايزك يا معلمي وعايزنا كلنا. القرش هو فين دلوقت؟ عندي في الجرابعة، شكلها فيها سبوبة حلوة قوي يا معلمة. طيب خد يا شد جامد، عايزك تطلع من ودانك. نسيت أهلك ولا لسه؟ أتمنى نسيهم أصلا. أمال مالك؟ مزاجك معكر ليه؟ خد لك نفس كمان. خربت كده بالراحة يا جدع، ما تحفش، سيب شوية الركس.
يا الواحد كان مزنوق قوي. ايه روي، اجيب لك كبوريتين من البحر ولا اجيب لك حته حلاوه تعلي بيها قوي؟ يا توما تعالى اقعد معانا شويه. يلا خمسة عليا عجه. يا مؤاخذه معلمين، قد ما تحش. امسك. قلت ايه؟ العمليه سهله ولذيذه وديتها للادي. هي دي عايزه اكلم طبعا معاك الريس. ولا مالكش ريس غيري؟ لا مؤاخذه يا معلم، صبيه وبأدبه. البضاعه هتبات الليله دي في بيت الجعانه، وبكره اول ما الصبح يطلع طيران على سوق العرب. القسطة هتروق وتحلى ونتحين، الله يخرب بيوتهم، نشفوه علينا. الله يخرب بيتك يا سعيد، الله يخرب بيتك يا سلطان، ويخرب بيت ابوك الحاج. حاج على جمل اعور. والعين التانيه كانت بتبرز. كفايه كده عشان تبقوا فايقين وما تاخدوش البضاعه وتطلعوا بيها على البوليس طوالي. توما معانا ولا علينا؟ لا سيبه لحسن، ده مسطول على الاخر. اوعى كلمني، بابا جاي ورايا ياخد باله مني. يا سيستيمو، ما تنزل يا دكتور الغبره، انت لسه نايم كده على الملا قدام الناس. ما بورسعيد كلها عارفه يا اخويا، انت هتفرق معاك ايه؟ ماشي، ما بقدرش ازعل منك، نزل لك. طب يلا. شفت اللي حصل في العراق؟ ايه الحكايه؟ انت عاشر واحد يسالني نفس السؤال اليوم. هي الناس مش لاقيه موضوع تاني تتكلم فيه ولا ايه؟ يا سيسيمو، دي اللي بيسموها اللحظات التاريخية، اللحظات اللي الدنيا بتقوم فيها ما بتقعدش تاني ولا ترجع زي الأول. انت ازاي بتسأل على الجزيرة كتير يا دكتور؟ حفظت لك كلمتين جاي تسمعهم لي. خلينا في الموضوع اللي رايح له يا اخويا. رسيني اروح منين؟ ماشي يا سيدي، عدي المعدية وخش برفؤاد وهنمشي على طول في أول شارع. الفيلا اللي احنا طالعين عليها ديت فيلا ملك عيلة من أعرق عائلات بورسعيد. الحاج إسماعيل البربرة صاحبها عيان وبيموت. تصور إن هم عايشين في فيلا طويلة عريضة زي ديت ومعهمش فلوس يدفعوا أوجة البواب ولا يعملوا لها صيانة. اللي هتقابلنا هي درية البربرة، أخت المرحوم باعتبارنا سيكون يعني. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، شرفتوني. الله يخليك يا مرحبا. اتفضلوا اتفضلوا، أهلا وسهلا. اتفضل. تشكرين يا ست، متشكرين. ميرسي يا مدام، كتر خيرك. بصراحة أنا عايزة أخلص من الحاجة كلها شروة واحدة، ينفع؟ ينفع. ما ينفعش ليه يا مدام؟ بس لازم تكرمينا بالسعر بقى. هات اللي عندك ومش هنختلف. أنا هاخد الفضيات وطقم السفرة والشمعدانين على 30. 30 إيه؟ 30,000 جنيه بس. هتخسر معايا، بس عشان انتوا ناس طيبين ومحترمين ومعرفة الناس كنوز. صدقيني السعر ده عشان رقدة الراجل اللي جوه ده، ربنا يزيح عنه. صدقني مش هينفع. يبقى خلاص، ما بين البايع والشاري يفتح الله. بينا يا دكتور. استنى، ممكن يبقى 40. هما 35. ماشي موافقة. طب ألف مبروك، احنا هنخلص على طول. بسم الله. هيو عزام، هات عربية الوكالة وتعالى لي فيلا البرابرة في بور فؤاد. ماشي؟ يلا.
البيان المطلوب يكون عندي في خلال ساعتين. اتفضل. حاضر يا فندم. استاذ سيد. ايوه. ده تقرير العينات اللي وصلت النهارده خلصت في ظرف ساعتين زي ما حضرتك عايز. طب يا سيدي متشكر. اتفضل. ساتر عليك يا سيستيمو، فضلت تضغط على الوليه لما الوليه كانت هتموت من القهرة. ليه؟ انا اديتها السعر المناسب، وما بين البيع والشراء يفتح الله، مش عاجبها تشوف اي حد تاني يا اخويا. يا سيستيمو يا اخويا، المثل بيقول لك ارحموا عزيزك او من ذل، وبعدين انا طول السكه عمال احكي لك عن صدام حسين ليه؟ ما يبقاش قلبك حنين يا دكتور، هي الدنيا كده، يوم طالع ويوم نازل. ماشي يا اخويا، اهم حاجه بقى ما تنساش لما تبيع ما تنساش اخوك، لحسن اخوك ما اشفر على الاخر. لا اخس عليك يا دكتور، وانا في يوم نسيتك ولا اكلت عليك حاجه؟ الشهاده لله عمرك ما عملتها. انت واخدني ورا على فين؟ اسكت اسكت وهتعرف. تسلم ايدك يا ست الكل. الف هنا وشفا يا حبيبي، اقعد انت معايا بس هنا وانا كل يوم اعمل لك اكل منك. يا ريت والله، انا اتهريت من الاكل العزاب اللي في مصر. تعالي يا حبيبتي. يا عينيا اتريني شايفاك خاسس وعدمان. والله ما انا فاهمه، حد يسيب هنا ويروح للنار برجليه؟ دراسه بقى. دراسه عليا انا يا صبحي؟ تلاقيك لايف على واحده هناك واكل عقلك. انا برضه بتاع الكلام ده، مش حال ما انت مربياني وعارفاني. ما هو عشان عارفاك، بس شوف اما اقولك، انت تلوف على كيفك، لكن يوم ما تحب تتجوز محدش هينقي لك عروستك الا انا. اه ما قدرتيش على سعيده هتقدري عليا انا. ماشي، ما انتوا الاثنين ولادي، واذا كان هو بقى كسر نفسي انصفني انت. معاش اللي يكسر نفسك يا ست الكل. انا لما اخلص مدرسه هدخل معاك الجامعه في مصر. يا اختي ان شاء الله يا رب اديني العمر واشوفك كده دكتور كبير قد الدنيا. كل يا صفاء سلطه. ايه يا حبيبتي ما اكلتيش ليه؟ تعبانه يا نين ومليش نفس. يا كبدي يا بنتي. اه ده انتي سخنه نار. قومي قومي اديكي مخفض حراره. طب ما نوديها للدكتور احسن. على ايه؟ انا اديها مخفض الحراره تنام وتصبح زي الفل. يلا. هي نينا كده تحب تعمل فيها دكتور؟ بتقول حاجه يا صفوان؟ لا ولا حاجة، ده بيحكي لي عن مسلسل أجنبي. بس بس عم عزيز، كنت أنا نتداول الاتنين بتوع الأغذية. التقرير إجاب بتقول الصلاحية منتهية. لا طبعا يا حبيبي، دي مسؤوليه، نبعتهم على الكارانتينا فورا. اعدام طبعا، دي مسؤوليه. الو، جاهزين يا عمنا؟ على البركه، الف سلامه. كارنتينا. كمان يا اسطى، كمان عجلة كمان. تعالى يلا يا ابني، بس هنا يلا 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 يا رجالة. بالهداوة يا جدع يا رجالة، بالهداوة بالهداوة يا اخويا. بالهداوه امرك يا معلم. يلا بسم الله، براحتك يا ابني كده. حلوه الحاجات دي يا سعيد، كلفتك كتير؟ ايوه يا حجاج، هم 35 باكو مفيش غيرهم. ما شاء الله،
ما انت دلوقتي بقى مسكت الدومين وبتتحكم في الدفع. البركه فيك يا حاج، احنا برضو تربيه ايدك. طيب يا تربيه ايدي، انت مش ناسي حاجه عايز تقولها لي؟ حاجه زي ايه يا حاج؟ لا مفيش. المهم اقفل الوكاله وروح انت. يلا بركات، اوعى يا ابني. سلامه يا حاج. نعم. يلا يا اخويا انت وهو. يلا يا سيد. طعمك راح يا باشا. كتر خيرك. شكرا يا باشا. كتر خيرك يا امير. مع البركه. خش المعديه. ايوه يا عمنا. هنركب المعديه. عالكارنتينة على البركة. هنا يا ابني، هنا هنا كمان كمان. تعال هنا كمان. النبي يلا انت بس. يلا احط هنا رزقه حلوه يا عجه. يلا ادعي لمعلمك. يلا يلا ايوه على مهلك. ارسم وخش يا كبير. تعالى رايه وسكينه. دلتمو جلي دلتمو جري.
يلا يلا. شويه يا بنتي يا مسبتي مالها؟ رجعت من المدرسه سخنه نار، اديتها مخفف حراره بس ما فيش فايده. طب اعمل ايه دلوقتي انا بقى؟ طب استني يا خالتي احط العبايه واجي معاك على الدكتور. يلا استني. ما تقومي يا بنتي. امال المحروسه ابوها راح فين؟ يا اختي قولي مساء الخير يا امينه. ابوها نزل والا ما كنتش نزلت لكم كده على ملاوش. وعمها رخر لسه نازل وانا ما اقدرش اشيلها تقيل عليا. يلا يلا يا خالتي تعالي. ابقي طمنونا عليها. ان شاء الله. يطمنوك على مين يا ام؟ كمل نومك انت. يا دكتورة الحمد لله على السلامة. يا دلع ويا دلع ويا دلع. وطي يا اختي وطي. شفت الاسود مع الاحمر عمل ايه؟ ده انت ليلتك ضباب. قشطة حمودة. اهلا وسهلا عمي. كبر الامضه يا حمودة. كتر خيرك يا ستامو. فكاة يا دكتورة. دي بقى اعلى نقطة مزاج في حي البودرة كله. الرئيس سعيد ابو المكارم عاملها بمزاج عالي قوي. عامله ايه دلوقتي؟ اديتها مضاد حيوي وعملت لها جماده. راقت شويه وراحت في النوم. الحمد لله. طب انا هنزل يا خالتي. امانه عليكي تطمنيني عليها كل شويه. تنزلي تروحي فين يا قطر؟
هتسيبيها لوحدها وهي عيانه؟ ما انا لو كان عليا يا خالتي كنت صرت تحت رجليها طول الليل، لكن انت عارفه ما لكنش ولا حاجه. خليكي معاها النهارده، وان كان على سعيد ما دام اتاخر لحد دلوقتي يبقى بايت بره. فكرك كده يا خالتي؟ انا مش عايزه اعمل مشكله. ما تحيريش روحك، يلا خشي مددي جنب بنتك، ولو سعيد فتح بقه انا اللي هعرف ارد عليه. كتر خيرك يا خالتي.